نظام وبسنا ذلة وبسنا قاعدة وثرثرة. هالحكم واضح الظلمة الكل يشوفه ويشعره. يا مطالبنا بهدوء وقلنا نب نحاوره، وكل مطالبنا بسيطة ترفعه ما تكسره. نريد نشعر بالحياة وبالوطن ونطوره، نعيش أخوان وأهل لا طائفة ولا دائرة. هيئتك تبعدنا دستور البلد وتصدره، نشتغل في الشرطة والجيش وأمننا نسوره. وإحنا ما عدنا ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نشتغل في الشرطة والجيش وأمننا نسوره. وإحنا ما عدنا ولا إلا البلدنا ومفخرة. نبيع دمنا وكل أهلنا للوطن ونحرره. لبيك يا بحرين لبيك يا بحرين لبيك يا بحرين. نبيع دمنا وكل أهلنا للوطن ونحرره. لكن الحكم الخليفي يرد علينا بعسكره، لأن غازي وما يحس بالانتماء ومظهره. هذا طبعه على سلافه من العصور الغابرة. بعد أي صلح وصلاحية الحكم نتصوره؟ بعد أي صلح وصلاحية الحكم نتصوره؟ بعد أي حجة وعذر عدوان هذا نبرره؟ بعد أي منطق عقل يفرض علينا نسايره؟ الشعب لازم يقاوم، صار واضح قدره. وهالقناعة مو مراهق صرح بها بعنترة. والله والله منظر هالشباب البيده حامل حجره. بالفعل مو بالكلام المجد عنده يسطره. يطلع يعري اللي جارع للوطن واستعمره. لان وضعنا مو خطابه وندوه راح تغيره. الكرامه لها ثمن دم دم دم. الكرامه لها ثمن مو بالكلام مقرره. وكل تواريخ النصر عند الشعوب الثائره. في تونس في مصر كل تواريخ النصر عند الشعوب الثائره. دم حبرها اللي جرى وروع عملها وعطره. واحنا لو بس باراده نجاهد الذل نقهره نقهره. بسم الله الرحمن الرحيم. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نحن عشاق الشهاده، نحن لا نهاب الموت. والله يا اخوان انا على اتصال باشخاص مجاهدين ثوار شباب في الميدان، يقولون لي طلقنا الحياة ثلاثا. نحن على درب الأوصياء والشهداء نواجه الدبابات بصدورنا العارية. لا نريدك يا حمد أيها القاتل الخائن القبلي المتخلف الدموي الأموي. لا نريدك على سدة الحكم. ليس عمك فقط وإنما أنت وعائلتك المجرمة. يكفينا ذل 250 سنة جثموا على صدورنا في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة. يا إخوان والله العظيم الشعب الوحيد إلا جيشه ليس من مواطنيه. إحنا ما نأمل إن في مصر نفس ما صار في مصر أو تونس الجيش يكون له موقف وطني. لا، جيش البحرين مكون من مرتزقة مجلوبين من مختلف أصقاع العالم لقتل الشعب البحريني الأصيل. بعضهم من فدائيي صدام اللعين، وبعضهم من باكستان، وبعضهم من اليمن وسوريا. مع احترامنا إلى كل الشعوب، ولكن هؤلاء المرتزقة جاءوا مرشيون لقتل أبناء الشعب في البحرين. ولقد تآمر جمع من الإعلام ومن السياسيين وبالخصوص في دولة الخليج، تآمرت الجزيرة العربية على ما كانت البحرين، وتآمر الخليجيون واستعانت هذه العائلة الجبانة بقوات بجيش من السعودية. بالله عليكم 5000 شخص معتصم بين نساء وأطفال وشباب نائمون في العراء، تجلب لهم جيشا من السعودية بدبابات وهم لا يملكون حجرا ولا عصات. ما زال هناك عدد من
المفقودين لا نعلم أحياء هم أم أموات، لا نعلم. والله مناظر الدم والمجازر التي كانت تريد أن تغطيها أو تتهاون عليها أو تتجاهلها بعض القنوات الإعلامية، والله إن المجزرة لم تكن في مصر وفي تونس، وكان الخليفيون يظنون وهم واهمون أن الدم البحراني إذا أريق فإن الشعب سيستسلم. والله هيهات من الذلة، 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 هيهات من الذلة. لا مصالحة، لا مساومة، لا مهادنة، لا مقابلة، لا مصافحة مع هذا النظام الدموي. يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، شعارنا اليوم وغد. يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، سياسة القتل اتخذ. يسقط حمد، 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 من أجل إصلاح البلد. يسقط حمد، يسقط، يسقط حمد، يسقط حمد، فلتسقط العصابة الحاكمة، فلتسقط العصابة الحاكمة، فيا لها من صغمة ظالمة، فلتسقط العصابة الحاكمة، كم سفكت دماءنا المسلمة، فلتسقط العصابة الحاكمة، من للشباب قد أراقوا دما، فلتسقط العصابة، وسنسقطها.